صباح الفل، صباح الجمال عليكم يا حبايب السعادة في كل مكان. أنا بصبح عليكم كده من مكان جميل حبيت أفرجه لكم. يعني ده لسان معمول للصيد بس يا جماعة، مخصوص عشان في ناس ما تعرفوش. ده الجندفلي اللي انا بشتغل بيه، وفي ناس برضو ما تعرفش البرغوت. ده الجمبري البرغوت اهو، تمام. الجمبري البرغوت ده بتجيبه برضو من السوق طازه احسن، لان انا جايبه من الناس هنا كده يعني على الماشي كده، فمش حلو قوي. وده الجندفلي بجيبه من سوق الهنوفيل، في واحد اسمه جابر كده على اول سوق الهنوفيل. Thank you.
ديلها، شك من اول ديلها من فوق كده، خش بقى كده. صلاة النبي تمنع الذنوب ياما يا عم، صلى على النبي لآخر يوم. مرمار اهو يا جماعة، بجوز بقرمة المرمار زي ما فهمتها لكم، سن صغير وبرغوت تشتغل زي الفل. طبعا يا جماعة انا النهاردة نزلت كده الساحل، كنت براكب شغل العميل وعجبني اول لسان دوت، فطبعا ما بسيبش العدة انا بتبقى معايا على طول، قلت اصوره لكم كده تتفرجوا عليه، كان جميل. قعدت فيه حبة كده، خدنا شوية مرمار، كان جميل قوي زي ما انتم شايفين. طبعا يعني هو صعب ان انت تيجي تصطاد في الحتة دي طبعا، لان هنا الدخول بترنيهات ودوشة وكلام من ده، احنا طبعا داخلين مع ناس يعني مش داخلين لوحدنا كده يعني. فكنت افرجكم على المكان وعلى المية بتاعت الساحل، الناس اللي عمالة تتبلبط في المية ديت، كأنكم يعني رحتوا اتفسحتوا زي بعض. ايوه مش فوز، مفيش مصيف ولا فسح، كانكم اتفرجتوا على رحله القريه. والله حلوه صلاه النبي تمنع الذنوب ياما، يا عم صل على النبي الاخر يوم، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله موعدنا ان شاء الله قريبا في ملاحات برج العرب، هنروح ان شاء الله نجربها كده ان شاء الله يعني بكره او بعده باذن الله، وهنعرفكم بقى النظام. النهارده برضو عرفت الناس اللي هي مش عارفة تصطاد في البحر ازاي، تطعم بايه وتعمل ازاي، والقرمة شكلها ايه، على اساس برضو الناس تبقى ايه يعني. انا بفرجكم برضو على القرية وانا قاعد اهو بدردش عشان تتفرجوا عليها كأنكم ايه جيتوا يعني. فالناس اللي هي معرفتش برضو عرفت الجندفلي، عرفتهم الجندفلي والبرغوت، في ناس برضو ما كانتش عارفة يعني ايه جمبري برغوت، فكروا برغوت ده حاجة شكلها يعني من اسمه تقول ده حاجة مش كويسة، حاجة وحشة. فهو البرغوت ده جمبري يا جماعة بس صغير، جمبري بس صغير، هو اسمه كده البرغوت. وهي حلوة صلاة النبي تمنع الذنوب ياما، يا عم صل على النبي الآخر يوم، وإن شاء الله انتظرونا بإذن الله. الأمر اللي هنزل بإذن الله على الواتس وعلى المجموعة بتاعتي، انا رايح امتى الملاحات ان شاء الله، ولو حد حابب عايز يجي معايا يتفضل مفيش مشكلة يعني، يجي ينور ويشرف بإذن الله. هنزل على الصفحات بتاعتي رايح امتى ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، دي كده قرمة المرمار اللي هو الناس اللي ايه بتحب تقرب المرمار، بنعمل سن حوالي 12 سنتي 15 سنتي مش عارف بقى باين في كده، وبتسيب 25 سنتي وبتعمل السن التاني. طبعا ده بيبقى بتشتغل بالبرغوت عليه اللي هو المرمار، بتنزل بتعمل الرصاصة بتاعتك، لما بتشتغل في حتت زي دي كده فيها وعر بتعمل رصاص صغير يعني رصاصة 30 حلوة قوي، بتعمل الخرزة بتاعتك وبتعمل
بتعمل سن حوالي 30 سنتي تحت. تمام، هي دي أرمة المرمار اللي هي ايه على اساس دي، يعني ممكن برضو يخشها لك دنيسة، بس هي دي أرمة المرمار يعني. وبتحط سنون صغيرة على قد الجمبري كده الصغير ده، عشان طبعا المرمار بقه صغير وبيخش عليك على طول. طبعا ما تنساش تحط رصاصه صغيره في الحتت اللي بتبقى شبه كده لما تكون بتصطاد في حته فاوعه. وهوريكم الارمه بتاعت الدنيس في المكنه الثانيه. انا بعمل ارمه واحده للدنيس وواحده للمرمار. المرمار بتعمل سنين او ثلاثه فوق، حوالي 15 سنتي في السن، الشعر اللي ماسك السن، حته سنون صغيره مش كبيره. حط رصاصه 30، متنساش الخرزة دي عشان وانت بترمي ما تقطعش منك في المية، وسن واحد تحت. دي بتاعت المرمار، مش شرط بقى بوصة كبيرة برضه، يعني لازم ممكن بوصة 3 متر شغالة معاك مفيش أي مشكلة. تمام، هطلع بس المكنة التانية وهوريكم الأرمة بتاعت الدنيس عاملة ايه.